هنا كنطرحوا اسئله على السلطه المحليه بان زكان، واش هاد الشبانيين هادو غادي ياثروا على الامن الوطني؟ غادي ياثروا عليه؟ ما غاديش ياثروا عليه. هادو شبانيين صغير هنا، صغير هنا عنده 60 عام، انا 72 عام، اش غادي نديروا لهذا؟ اش غادي نديروا هنايا؟ مناش متخوفه السلطه المحليه، مناش متخوفه شبانيين، بالعكس خص يكرمونا، خص يكرمونا، خص المحارب سابق خصو التكريم، ماشي خصو المنع. الى جاي خوي قلبو، الى جاي يقول اللهم هذا منكر، الى جاي يوجه رساله للمسؤولين ديالو يقول لهم ستوب من هذه الحقره، ستوب من هذا الظلم، ستوب من هذه القهره، راه تقهرنا. وهنا غادي نطرح عليهم سؤال، واش حنا ما عندنا حق في العيد؟ واش حنا ما عندنا حق في جليبه بيضه، جليبه بيضه وبليغه وتقاشر بويضين وتعنقيره نمشيو للمسجد بها؟ واش حنا ما عندنا حق؟ شنو درنا لهذه الدوله؟ فين ظلمنا الوطن ديالنا؟ الوضع الاجتماعي كارثي، كارثي بكل ما للكلمه من معنى. ويلا كنت مستعد نمشيو ندورو انا وياك في العمارات فين كيعسوا، فين كيعسوا. وانا راه بكيت فاش لقيت في واحد العماره معلقه واحد اللائحه كيقولوا ساهموا في افطار العسام. اللي سول شكون هاد العسام؟ قدماء العسكريين وقدماء المحاربين. واش كاينه في شي دوله هاد الشيء وقع لهذا حامل السلاح السابق؟ حامل السلاح السابق راه المهام ديالو الشريفه والمقدسه خص تعطيها اعتبار، خص تعطيها كرامه، ماشي يكون كيسخروه العيالات دافع الكروسه كيبيع الديطاي. كاين حالات يرتى لها، كاين الناس اللي عساسين في الفوارم وهو شيباني، كاين الناس اللي كيخدموا في البني وهو شيباني، كاين. واش انا دابا عاد نمشي نخدم بهذا الكرش هادي؟ دخلنا عليكم بالله، واش نمشي نخدم بهذا الكرش هادي؟ غادي نمشي نخدم بهذا الكرش هادي؟ ما يعطيوليش حقي؟ مالي شدرت انا لهاد البلاد هادي؟ شدرت لهاد البلاد هادي 24 عام ديال الخدمه، مرحلة الشباب ديالي مشي حتى التمتع بالحياة الزوجية تحرمنا منها، التمتع مع ولادنا في الأعياد الدينية، وسميتو كنا حنا ما كنعيدوش معاهم باش تدي وليداتك غير كانوا صغار المصلى ويفرحوا بباهم، كنا كنتحرموا منه. الوضع الاجتماعي ديالنا جد هش ومزري، كاين قدماء المحاربين تيشدوا 28000 ريال، وهنا حنا تنسالوا الدولة الديبلاسمون ديالنا. والديبلاسمون ديالنا ما تتفوتش 5 دراهم يوميا، ومازال لحد الان تنسالوها الدوله. كلشي قدماء المحاربين يكذب عليك الكذاب باش شدوا لي ديبلاسمون ديالهم، حتى واحد ما شد ديبلاسمون ديالهم. حنا هنا اليوم تنطالبوا بالديبلاسمون ورفع قانون تجميد التقاعد وتحيد هذاك البند ديال الارمله 05-0591 اللي تعني الارمله الا راجلها كان تيشد 100000 فرنك هي غتشد 8000 ريال. فبالله عليك كاينه ارمله تتشد 260 ريال في الدوله هذه، وما عندهاش الحق باش تنتفع بهذاك الدعم اللي تعطي الدوله، لان هذيك 260 ريال حارمها. انا خدام في منطقه المحامد الغزلان في القوى المساعده مع القوى المسلحه الملكيه في الحدود الشرقيه، وحنا محرومين من بطاقه المؤسسه الحسن الثاني. ما هو السبب؟ قال لك حنا سيدنا ما مخرجين الصحراء، والصحراء عندنا تما مع الارمي في الحدود الحراره كتوصل 50 درجه في الصيف، والافاعي والعقارب، وعندنا الكروساج ديال البوليزاريو في 1980 وداو جوج الاسرى وقتلوا جوج، وشدينا البيتي بوكاتور السانك راه باقي عندنا في لا كومباني 36 في المحاميد، وإلى حد الساعة ومحرومين في البطاقة ديال المؤسسة الحسن الثاني. وجا عندنا هذا المفتش هذا اللي دابا في الانسبكسيون جينيرال هنا في أكادير، وقال لنا بالوعود 3 سنين هذه ما خرج والو. ما هو السبب؟ علاش محرومين حنا من هذه البطاقة؟ إلا كيعطيو ولا كومباني غتكون فيها دابا شي داخل شي خارج غتكون فيها 300 مخزني. وطلبنا عاوتاني الجيرار ديال القوى المسلحة الملكية اللي في السيكتور ديال الارمي تما، قال لك جيبوا لي لا ليست وجبنا عليه بدون جدوى. وما عرفناش شنو هو السبب.